تمسك بحبل الله واتبع الهدى ولا تك بدعيا لعلك تفلح ودن بكتاب الله والسنن التي أتت عن رسول. نقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يلاحظ أن بعض من ينتسب إلى العلم لا سيما صغار طلاب العلم يهونون من شأن الفروع الفقهية في كتب المذاهب بحجة أنه ليس عليها دليل، ويقلل أيضا من اجتهادات الأئمة في هذا الشأن فهل من كلمة توجيهية حيال ذلك وحيال احترام أقوال أئمة المذاهب وأهمية مسألة التمذهب، لأنه قد وجد في هذه الأزمان من يقلل من شأنها ويعيبها ويقول أنا المتحرر من المذهب وأنا أتحرر من المذهب وأخذ من الكتاب والسنة مباشرة؟ هذا ضلال، وقلنا هذا، بينا هذا، قلنا اللي توفر فيه شروط الاجتهاد هذا يجتهد ولا يجوز له أن يقلد، لكن هذا قل في هذا الزمان أو فقد، لأنه كل ما تأخر الزمان يقل العلم، كما قال صلى الله عليه وسلم إن الله لا يقبض هذا العلم انتزاعا من صدور الرجال، وإنما يقبض العلم بموت العلماء، فإذا لم يبق عالم أو لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. كل ما تأخر الزمان يقل العلم، وأيضا جاء أنه في آخر الزمان يقل الفقهاء ويكثر القراء، يكثر القراء اللي ما عندهم فقه. فالزهد في كتب الفقه هذا غلط، الفقه هو ثروة هذه الأمة، ثروة عظيمة، لكن ليس معناه أننا نأخذه كله بما فيه، بل نمحص اللي عنده مقدرة يمحص يأخذ ما ترجح بالدليل. قلنا لكم الناس على ثلاثة أقسام، إما مجتهد مطلق وإما مجتهد مذهب، أربعة أقسام، إما مجتهد مطلق وإما مجتهد مذهب مرجح وإما مقلد وإما عامي، أربعة أصناف. وهذا الفقه ثروة عظيمة بيد العلماء، يأخذون ويستعينون به على فهم الكتاب والسنة، ويأخذون منها من فتاواه ومن أقوال الأئمة ما وافق الدليل ويتركون ما خالف الدليل. أما الزهد به وقول نجتهد من جديد، وين اللي يجتهدون من جديد؟ ما في أحد، معناه الضلال والعياذ بالله. هل أنت يا من تقول أنا أجتهد وأخذ بالدليل، هل أنت مثل الأئمة الأربعة، مثل الإمام أحمد، الإمام مالك، يا ليت هذا ليته موجود، لكن ما أنت ولا مثل أدنى مقلد، ما عندك شيء أبد، فلا تهلك نفسك وتهلك غيرك، اتق الله. التقليد يجوز عند الضرورة، قال تعالى فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، هذا تقليد عند الضرورة، عند الضرورة يجب التقليد، وعند الاستطاعة يحرم التقليد، عند الاستطاعة على الاجتهاد يحرم التقليد، وعند الضرورة يجب التقليد. التقليد ما هو محرم مطلقا ولا هو جائز مطلقا، هي تفصيل. والفقه ما نقول لك خذه بما فيه، نقول لك محص وخذ ما قام عليه الدليل منه، لأنهم أعرف منك بالاستدلال وأعرف منك بالاستنباط، أما أنت ما عندك شيء إلا تعتمد على أقوالهم، تعتمد على أقوال الفقهاء وتنظر في أدلتها إن كان عندك استطاعة للترجيح، إن كان ما عندك استطاعة خذ منها، ولو ما عرفت دليل، يعني هذه ضرورة يجب فهم هذا. في من الناس يحاربون المذاهب الآن، وين يروحون الناس؟ يضلون. واحد كتاب يقول إسلام بلا مذاهب، وين يروحون الناس؟ يروحون للجهال، هذه مشكلة عظيمة. نعم.